خليني أسألك يا سحار، انت قلت لي ان انتوا 900 او الشباب 900 على الارض، شباب وبنات طبعا، لان انا عارفه ان في بنات وشفت بنات شغالين مع تذكرتي. يعني انتوا 900 على الارض، هل عندك رقم تقريبي الفعاليات الحضور كان قد ايه؟ يعني احنا عندنا حوالي حتى الان، يعني لسه قبل الحفله ان شاء الله في الختام والمسارح، احنا بكل حاجه بالمنطقه الشاطئيه بالترفيهيه احنا حوالي 171,651 بالظبط، ده رقم اكرت يعني. ده ده عدد حضور التذاكر الفعاليات. توتال اللي اتحجزت من عندنا، وعدد عدد الحضور اللي حصل في كل الفعاليات، سواء في الارينا، سواء في المسرح الروماني، سواء في اليو ثيتر، في المنطقه الترفيهيه، ايا كان في اي مكان فين. هو عدد ده اللي انا قلته لك بالظبط، اللي هو 171,651. انا عايز اسالك عن حاجه، اكتر حاجه بتفرق مع الناس الاسعار، انتوا ده حددتوه ازاي ومع مين؟ والله هو كل ده بيبقى بيزد على إدارة، يعني هو كل ده بيبقى في اتفاق طبعا مع إدارة المهرجان. بس احنا كنا دايما بنحاول نركز اكتر ان احنا يعني الاسعار تبقى مناسبة لجميع الفئات، في من اغلى التذكره لحد ارخص تذكره. احنا بنعمل تيكتس اللي هي تحاول يعني اي مواطن مصري بسيط يقدر ان هو يجي بعيلته ويحضر مثلا حفله او يحضر مسرحيه او يحضر ايا كان بالكاتيجوريز او بالفئات اللي احنا بنكون عاملينها في كل حفله. فدي حاجه كنا بنحاول نركز فيها جدا مع طبعا اداره المهرجان، واحنا طبعا شركه تذكرتي يعني بجد كان ده من الاهداف الاساسيه، ان احنا نكون عاملين اسعار مناسبة للناس كلها. هل في نوع من أنواع التدريب حصل للشباب؟ لأنه أنا شفت التعامل، الناس عندها حكمة وصبر شديد مع التعامل أو في التعامل مع الجمهور، وزي ما قلنا يمكن مع اختلاف الفعاليات، لأنه أنا أعتقد أنه التعامل مع الحضور بتاع الرياضة غير الحضور بتاع طبعا مهرجان زي نبتة، أو غير حضور فعاليات موسيقية بمختلف بقى، يعني نجم كاظم الساهر غير مثلا حضور ويجز غير كايروكي، أكيد كل حفلة وليها حضورها من فئة بقى شباب فئة عمرية، هل بيبقى في تدريب على ده؟ طبعا زي ما كنت قلت في الاول ان احنا بيبقى عندنا يعني ال 900 واحد دول بعد الانترفيوز، بعد ما بننقيهم يعني باحترافيه جدا وبنبقى بيكي جدا، او يعني بنبقى مركزين جدا ان احنا نجيب شباب فعلا يعني طريقتها كويسه جدا مع الناس حتى. فاحنا بعد كده بننزل تريننج اون جراوند، وازاي نعلمهم ازاي يتكلموا مع الناس بالطريقه كويسه، ازاي يبقى بيمتص غضب الشخص اللي قدامه، ازاي يقدر ينظم ويدخل الناس بطريقه يعني سلسه والناس تكون مبسوطه. ان هو مثلا وهو داخل الشخص وهو داخل الحفله مثلا، فمثلا عادي كلمه بسيطه مثلا يقول له لا انجوي الحفله النهارده، فهو ممكن الشخص اللي داخل بتفرق معاه حاجه ده زي دي، حقيقي حصل. ان هو شايف الشخص اللي قدامه هو مهتم ان هو يكون مبسوط. فدي حاجه زي ما قلت لك كنا بنركز فيها جدا. طبعا فكرة ان هو بيتعامل مع مختلف الفئات، او يعني الناس جمهور الكورة وجمهور الحفلات وجمهور الاطفال الصغيرة في نبتة، فده حاجة هي اكيد حاجة صعبة بالنسبة لاي شخص ان هو يبقى يعني بيغير من طريقة كلامه او بيغير من نفسه عامة ان هو يتعامل مع كل حد. بس ده طبعا بيبقى تريننج من قبل المهرجان، وطبعا قبل الايفنت كل يوم الصبح بيبقى فيه بريف لكل الشباب اللي بتكون شغاله على الايفنت، اللي هو ان ايفنت النهارده ده مختلف، احنا النهارده مثلا بنتعامل مع اطفال، فمثلا محتاجين نبقى مركزين اكتر في ان احنا نبقى بنبسطهم وبنلعب معاهم، ما نحسسهمش ان هم خايفين، ما نعليش صوتنا، ما نعملش اي حاجه. بلس برضو لو في حفله او في ماتش، هو برضو ما فيش فكره ان احنا لازم هنعلي صوتنا او هي الموضوع مش بيبقى كده، هو الموضوع لازم يبقى بسيط، لازم نتعامل مع الناس كلها باحترام. وانس ما عملنا كده الناس كلها هتبقى مبسوطة بفكرة ان هي جاية تحضر حاجة، ايا كان ماتش او حفلة او ايا كان، هو مبسوط بفكرة ان هو جاي يحضر حاجة لذيذة وتذكرتي موجودة فيها. كايروكي كانت اكبر من حيث العدد حتى الان، مظبوط، انتوا احنا بنتكلم في كام تقريبا؟ في 29,740 بالظبط، 30,000 تقريبا 30,000 حضور. تقريبا. واو. بيبقى على الارض تقريبا في حدث زي ده قد ايه، والتعامل بيكون ازاي؟ يعني في حدث زي ده كنا حوالي 400 واحد موجودين على الارض. التعامل معاها ازاي؟ هي يعني برضو كده كده احنا من فتره، من يعني على مدار السنه ونص او السنتين اللي فاتوا، احنا يعني التيم بتاعنا كان بيطلع بيسافر يحضر حاجات يعني اوروبيه وعربيه وايفنتس عالميه عامه زي اليورو واخرها اليورو واخرها
كولد بلاي بتسفروا وكذا الناس كولد حاجة. بلاي؟ بتسفروا الشباب تدريب كولد بلاي؟ لا احنا التيم اللي بيسافر كولد بلاي طب انا عايز اشتغل معاكم، نعم. انا عايز اشتغل معاكم بس اسعار، ده تدريب عبقري يعني. لا احنا بنروح بقى عمموا التدريب ده على المنتحنة يا اسعار لو سمحت بعد اذنك يعني. لا احنا بنروح بقى يعني بيبقى رايحين لغرض ان احنا تيم مثلا 3 أو 4 من التيم عندنا بيطلع هناك بيجين اكسبيرينس، بياخد يعني بيتعلم الصناعه بطرق مختلفه بكالتشر مختلفه، وبنطورها ونيجي نطبقها هنا بطريقتنا يا احنا، احنا صناعة اللي هو الحاجه تبقى مع المجتمع المصري مناسبة معانا. والمناسبه مع المجتمع المصري.